طيب، واضح ان في ناس كتير في الشارع كمان ما يعرفوش يعني ايه تنمر. تعالوا نشوف كده رأي الناس، هم اصلا عارفين ايه هو التنمر والظاهرة دي بتأذي الاطفال ازاي ولا لا، ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا. التنمر ده موجود اولا في بعض الاسر، يعني انا بلاقي مثلا الاب او الاخ الاكبر متنمر على الاخوات الصغيرين وكده، فبتلاقي مثلا بيتحكم فيهم، بياخد قرارات مثلا مصيريه في حياتهم هم مش عايزينها. يعني اي حد كان مسموح لي يشرب من اي حد، لو في قلم مثلا نسيته اي حد نسى ياخد من التاني، انا لا، انا الوحيده اللي اتعامل وحش لكن كله بيتعامل كويس. لو في اي حاجه غلط اللي هو عليه التنمر هو اللي عاملها، حتى لو اي حد تاني عاملها الفصل كله يشهد عليه. الاغلبيه بتبقى الفقر، ان الحد معهوش فلوس او كده، فبيبقى عصبي طول الوقت، فبيطلع ده كله في اولاده اللي هو يقدر عليهم، لكن بره ما يقدرش على اولاد غيره. كان بيأثر نفسيا ان انا انزل، بخاف ان انا اعدي من وسطهم، بخاف ان انا بنزل المدرسه، اخاف مامي لا انا مش عايزه انزل النهارده دول بيعملوا لي كذا، ابقى ماشيه بحاجتي اللي هو خدوا الحاجه خلاص بس ما تاذونيش، ببقى متاثره نفسيا جدا. دي بترجع للتربيه وبترجع لتاثير الاهل. الاهل لو مقصرين معايا اضطر ان هو يشوف حاجه بره تانية، اشوف حد تاني واتنمر عليه وفضل معايا، فممكن تؤدي لحاجات نفسيه تخليه ينتحر. الناس اللي بتعمل كده ما بيبقوش اتربوا كويس في بيتهم، فبيطلعوا اللي حصل في بيتهم على الناس التانيه، فاهم؟ فان هو ممكن ان هم مثلا اهاليهم يربوهم كويس، يعودوهم ان هم ما ينفعش يعملوا كده، ما ينفعش يأذوا حد تاني. الطفل ساعات بيكون مولود كده بنقص حاجات معينه، فاندماج بقى، اندماج المجتمع، معامله خاصه. احنا لازم ان احنا نبتدي نعلمهم ونوعيهم اكتر، يعني ايه ما ينفعش ان احنا نضايق حد، ما ينفعش ان احنا نقول كلمه لحد تضايقه او مش، لان الكلام ده بيفرق. نعمل توعيات اكتر، يعني نعرف الناس ان الاطفال بتتعقد من الحاجات دي، وان بتحصل حالات نفسيه بسبب الكلام ده. يعني في مثلا مدرسين في المدارس بيبقوا مضطهدين اطفال معينه بسبب الدروس والكلام ده. كان كل شويه ما حدش بيقعد جنبي ولا اي حد، حتى الولاد.